فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: المعتكفون بعضهم ينشغل بالأجهزة المسماة بالذكية، يقول المعتكفون ينشغل بعضهم بالأجهزة المسماة بالذكية في اعتكافه، فيتصفح المواقع ويتصفح الجرائد وغير ذلك داخل المسجد، فهل يجوز هذا؟ هذا ما هو معتكف، هذا منشغل بغير الاعتكاف، هذا إما أنه يبطل الاعتكاف أو ينقصه نقصا ظاهرا. نعم، انتهى إن شاء الله. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.